كل عام وأنتم بألف خير. سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، سليل المجدين وصورة التاريخ على جبين الزمن، زعيم الإنسانية وفخر كل العرب. كل عام وأنتم بخير، يا من علمت الدنيا بأفعالك، يا من سطرت الأمجاد في كل مكان، بعزم لا يلين، بحزم لا يتوقف. محمد بن زايد سيف الخليج ودرع الوطن ورسالة السلام وفخامة الإنسانية. محمد بن زايد في قلوب كل العرب من المحيط إلى الخليج. مجد العرب محمد العزم معقود، وافعال بو خالد على روس الأشهاد، الباسل النافل ذراك الملدود، شيخ لنا طول الدهر ذخر وسناد. وبسنة الدفاع عنها أبدا، حماية بلادنا فرض الدفاع عنها. Can't help.
وبلاد الخال دولة في الإمارات إن شاء الله بالأمان والصحة طولة العمر كل سنة وأنتم بخير إن شاء الله. مجد العرب بمحمد العزم معدود وأفعال أبو خالد على روس الأشهاد الباسل النافل ذراكل ملدود شيخ لنا طول الدهر ذخر وسناد غضن فرنقاد الضياغم والفهود لهيبة يرعب بها قلوب لو غاد من هيبته يكسر عزم كل نمرود يندر حصاده لا حصد كل حصاد هنا صوت الخليج، هنا ليلة الجماهير، هنا مساء من أبوظبي إلى كل العرب، هنا تبدأ الرحلة مشاهدينا الكرام اليومية، هنا ينطلق اللقاء ومن هنا تأتي الآراء، هنا نستمع لكل الأصوات، هنا نجتمع نجمع كل الألوان، كل الجماهير عشاق دورينا نبض المستديرة، من أشعلت فينا الشغف على امتداد الأعوام، على امتداد العقود، هنا صوت الخليج حيث النبض والرسالة والإجابة والخبر وما وراء الخبر، حيث القضية ووجهات النظر والفكر وصوتكم المسموع، ومساء يتجدد للعرب كل العرب من المحيط إلى الخليج من شاشة كل الرياضيين أبوظبي الرياضية. يبدأ فيها اللقاء حيث نفتح مشاهدين الكرام نافذة مع كل العشاق، هنا نستقبل اتصالاتكم الهاتفية ونستمع لآرائكم، ونستقبل أيضا تغريداتكم ونتعايش مع صفحاتكم على الانستغرام صوت الجماهير. فعلا مشاهدين الكرام بكم صوت الخليج ملتقى كل الرياضيين. صوت الخليج مشاهدينا الكرام هو برنامجكم، برنامج مشاهدينا متابعينا من كل دول العالم. صوت الخليج هو نبضكم مشاهدينا الكرام، نستقبل فيه اتصالاتكم، نستقبل فيه آراءكم، نستقبل فيه كل آراءكم وأيضا تساؤلاتكم عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، أكيد تظهر أسفل الشاشة كل دقيقة مشاهدينا الكرام. على مدار البرنامج يمكنكم التواصل معنا لإبداء آراءكم والإجابة على النقاشات الخاصة بحلقتنا مشاهدينا الكرام. موضوع النقاش اليوم وفي حلقة اليوم
من صوت الخليج، بماذا تطالب أنت عزيزي المشاهد؟ جماهير الإمارات هم طبعا اتحاد الكرة في دورته الجديدة 2020-2024، يعني ما تطالبون من المنتخب؟ الدوري الممتاز، دوري الهواء إذا كنتم من عشاقي دوري الهواء، متابعين دوري الهواء، ماذا تطالب الجماهير؟ ماذا تطالب من الدوري؟ ماذا تطالبون من الإعلام ومن أنديتكم التي تشجعونها مشاهدينا الكرام؟ طبعا يمكنكم تتواصلوا معنا في البرنامج وتشاركونا في الحوار في صوت الخليج، وتتحدثوا معنا عبر الهاتف وعبر مختلف الجهات من جهات التواصل الاجتماعي لتعبروا عن وجهات نظركم طبعا، وشاركونا على موضوع النقاش، وأرسلوا تفاعلاتكم من خلال الواتساب الخاص بالبرنامج أو أيضا الاتصال الهاتفي من خلال الأرقام الموضحة أسفل الشاشة من داخل وخارج الدولة. كما يمكنكم التواصل معنا في البرنامج عن حسابنا بحسابنا في التويتر وأيضا الانستغرام. طيب قبل ما نبدأ مشاهدينا الكرام في الحديث عن موضوع الحلقة، نعطيكم وقت كافي لي لكي ترتبوا أفكاركم وأيضا تتواصلوا معنا لمشاركاتكم سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أو أيضا عبر الاتصال الهاتفي على الهواء مباشرة. لدينا مشاهدين الكرام مجموعة من الأخبار كما عودناكم في برنامج صوت الخليج للحديث عنه وعرض على الهواء مباشرة وأيضا نقاش مثل هذه المواضيع. إذا نبدأ مشاهدين الكرام عن كأس سيدي صاحب السمو رئيس الدولة، حيث تمكن فريق العين من الوصول للمباراة النهائية لكأس سيدي صاحب السمو رئيس الدولة بعد أن تغلب على نادي الشارقة بثلاثة أهداف لهدفين في مباراة كانت غزيرة بالأهداف في شوطها الأول. وأيضا طبعا في المباراة الثانية تمكن الظفرة من الفوز على بنياس في الوقت بدل الضائع بهدف من علامة الجزاء ليكون الطرف الثاني في نهائي الكأس أغلى الكؤوس، وللعام الثاني على التوالي يضرب موعدا مع العين. أيضا أخبارنا المحلية، وهل هذه المرة مشاهدين الكرام مع منتخبنا الوطني، هالمرة تمسك مدرب منتخبنا الوطني يوفانوفيتش بمعسكر المنتخب الوطني الذي تم تأجيله من 23 مارس وحتى 31 مارس الجاري بعد إلغاء ودية طاجكستان، وتمسك المدرب مشاهدين الكرام بالتدريبات اليومية في هذه الفترة يعني عمل على المنتخب والنظر في كل كبيرة وصغيرة وأيضا اندماج اللاعبين والاستفادة من هذه الفترة، فترة التوقف الخاصة بالفيفا دي، للعمل على تطوير المنتخب للاستحقاقات القادمة. أيضا خبر آخر مشاهدينا الكرام للفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول، أيضا تمسك بتنظيم معسكر داخل الفريق خلال فترة ما بين 22 و30 مارس الجاري تزامنا مع فترة توقفات المنافسات المحلية والعالمية والإقامة المباريات الدولية، وذلك رغم المخاوف المتزايدة من انتشار عدوى فيروس كورونا، حيث ذكرت الصحف السعودية التي كشفت أن رينارد أصر على تجمع اللاعبين رغم إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا والاتحاد الآسيوي تأجيل مباريات التصفية الآسيوية المزدوجة لمونديال 2022 وكأس آسيا 23. طبعا هو تمسك بالتجمع الخاص بلاعبي المنتخب. طيب إلى أيضا أحد أخبارنا مشاهدينا الكرام الذي سوف نتحدث عنها وبشكل مستفيض، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي نية قيام أحد المستثمرين الأجانب بإعادة نادي رأس الخيمة إلى مسابقة كرة القدم المحلية بداية من الموسم المقبل بعد أن توقف أنشطة النادي لثلاثة سنوات دون أن يخرج من النادي أي تصريح رسمي حول ذلك الأمر. ونحن في صوت الخليج يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف مشاهدينا الكرام رئيس مجلس إدارة نادي رأس الخيمة الدكتور عبد الرحيم الشاهين لتوضيح كل الأمور المتعلقة بهذا الخبر. دكتور أهلا وسهلا فيك.
مرحبتين أخ علي، مساك الله بالخير. يسعدنا ويشرفنا بأنك تتواجد معنا عبر برنامج صوت الخليج. أكيد من أمس وحتى اليوم سمعتوا الخبر الخاص بنادي رأس الخيمة بعد أن ابتعدتم عن المنافسة وتوقفتم عن التواجد في منافسة دوري الهواء لثلاثة سنوات. ما مدى صحة خبر عودتكم إلى المسابقات المحلية والمنافسة في دوري الهواء عبر أحد المستثمرين؟ مرحبتين أخ علي. عزيزي، بالنسبة للخبر في الحقيقة هو الخبر عاري على الصحة، يعني النادي لم يتفاوض مع أي مستثمر أوروبي، وإنما هناك في يعني مستثمر خليجي احنا يعني في طور التفاوض معه، ولكن أيضا الأمر مرهون بتشكيل مجلس إدارة اتحاد كرة القدم إن شاء الله، ونعرف سياسة اتحاد الكرة حول موضوع دعم أندية الدرجة الأولى من عدمه، وبناء عليه مجلس الإدارة ممكن يتخذ قرار بأنه يشترك في مسابقة الدرجة الأولى أو أنه يعتذر أيضا مثل ما اعتذر في السنوات السابقة. إن مثل ما تعرف أخ علي، يعني سبب الاعتذار الأساسي هو قلة الإمكانيات المالية بالنسبة للنادي. يعني أنت ذكرت أن هناك مستثمر خليجي. نعم. يعني هل يعني خلاص انتهت المواضيع معه؟ هل تم الاتفاق معه؟ لا، لم تنتهي في حقيقة المواضيع، وإنما يعني احنا في المفاوضات المبدئية، ولكن أيضا هذه المفاوضات المبدئية أيضا مرهونة بموقف اتحاد كرة القدم الجديد في الحقيقة حول مسألة الدعم للنادي. طيب بالنسبة لابتعادكم عن، هل بغض النظر عن المستثمر الخليجي إذا كان موجود ولا ما كان موجود، المفاوضات الجارية، هل أنتم راجعين السنة الجاية بالنسبة للمسابقات المحلية؟ لا والله، شوف يعني احنا رجوعنا يتوقف على موضوع الدعم. نعم. مثل ما تعرف يعني في السنوات السابقة مجلس اتحاد الكرة السابق هو قرر أن يدعم أندية الدرجة الأولى ب 200,000 درهم شهريا لمدة 10 شهور. واحنا يعني اشتركنا في السنه الاولى وبعدين ما قدرنا في الحقيقه نواصل، لان المبلغ يعني ما ممكن انك انت تغطي في احتياجاتك للفريق الاول، وهذا ايضا استنزف موارد الميزانيه النادي، واضطرينا في الحقيقه الى ان احنا نعتذر في السنوات السابقه. الان احنا يعني نتامل من مجلس اداره اتحاد كره القدم الجديد انه يعيد النظر في موضوع الدعم، واذا كان في هناك الحقيقه اعاده نظر بغض النظر عن موضوع المستثمر او عدم وجود مستثمر، احنا راح يكون لنا ايضا راي في موضوع المشاركه او عدم المشاركه، لان حتى المفاوضات مع المستثمر مرتبطه بالدعم، يعني المستثمر مش يعني انه هو حيتكفل بكل شيء، وانما هو ايضا يعتمد على ان جزء من يكون موضوع الدعم. طيب يعني تتحدث أنتم بانتظار يعني غدا بتشكيل الجديد بالنسبة للاتحاد الإماراتي لكرة القدم، ومن ثم أجندة الاتحاد، وإذا كان هناك الدعم بما يكفي يلبي طموحاتكم ويلبي طموحات المستثمر الخليجي اللي تحدثت عنه، بعد ذلك سوف يكون العمل لعودتكم بداية بدوري الهواء. نعم، هذا هو الحقيقة موقفنا، ويعني مثل ما قلت لك ننتظر ان شاء الله تشكيل الاتحاد، ونتامل من مجلس الاتحاد الكره الجديد انه يعني ينظر بعين الاعتبار لموضوع الانديه الدرجه الاولى واحتياجاتها الماليه. نعم، تحدثت عن بدايه مستثمر خليجي، نقدر نتعرف من هو المستثمر الخليجي؟ هو في الحقيقه مستثمر من واحده من دول مجلس التعاون، ويعني صار لنا الان فتره احنا نتفاوض معه حول موضوع الدعم، وايضا لتطوير فريق الاول بالنسبه لنادي راس الخيمه، ولكن الى الان يعني لم نصل الى الاتفاق النهائي في هذا الموضوع. منذ ثلاث سنوات تقريبا توقفت الانشطه ومشاركاتكم في دوري الهواء، الفتره هاي هل كانت النشاطات الداخليه يعني الاولاد متجمعين، كان هناك تمارين، كان هناك انشطه بين فقط في النادي نفسه؟ نعم، احنا في الحقيقة لما اعتذرنا عن المشاركة في دوري الهواء ركزنا اهتمامنا على المراحل السنية وعلى الناشئين وعلى بعض الألعاب الفردية. اليوم عندنا في النادي أكثر من 250 لاعب من المدرسة إلى 17 سنة، ومشاركين في كل المراحل السنية، وأيضا ترتيب النادي في الحقيقة في هذه المراحل السنية هو ينافس في المراكز الأولى.
بالإضافة إلى ذلك كان عندنا أيضا الكاراتيه، عندنا ألعاب القوة، عندنا الدراجات، عندنا التايكوندو، عندنا الجسستو. هاي الألعاب أيضا موجودة في النادي وأعدادهم ما شاء الله يعني كثيرة، فبالتالي كان تركيزنا بشكل أساسي حول هاي الألعاب. المستثمر الخليجي اللي تحدثت عنه تقريبا بنسبة كم يعني سوف يستثمر في النادي؟ هو في الحقيقة الاتفاق معه أن يعني الدعم اللي بيأتي من اتحاد الكرة واحتياجات الفريق الأول هو راح يغطي كل النقص في هذا الموضوع، هذا من جانب، بالإضافة إلى أنه هو ممكن يعني المعسكرات الخارجية بتكون يتحملها، الملابس، التغذية، سكن اللاعبين، العقود، مقدمات العقود مع اللاعبين الأجانب أو المقيمين أو مع الجهاز الفني والإداري، بالإضافة إلى في هناك في الحقيقة احتياجات لبعض البنية الأساسية بالنسبة للنادي أنه يتكفل بإعادة صيانتها أو إعادة ترميمها أو إعادة تجديدها مرة ثانية. طيب أنتم محتاجين دعم من الاتحاد وكان في سابقا دعم، كم الزيادة اللي تبحثون عنها؟ والله شوف يعني احنا يعني مثل ما تعرف لخالي احنا ساهمنا او اشتركنا بمبلغ 200,000، لكن اعتقد ان يعني لو اتحاد الكرة يعني ضاعف هذا المبلغ او حدود 300 او 350,000 يستطيع النادي في الحقيقة انه يشارك حتى لو اعتذر المستثمر الخليجي عن المساهمة. نقدر نتعرف على من اي دولة المستثمر الخليجي؟ المستثمر الخليجي والله هو من سلطنة عمان. من سلطنة عمان، اسمه؟ والله هو يعني باسم مؤسسته يعني هو داخل في الاستثمار يعني. طيب شكرا، شكرا لك دكتور عبد الرحيم شاهين، طبعا رئيس مجلس إدارة نادي رأس الخيمة، على مداخلتك السريعة هنا ووضح الكثير والكثير من الأمور، وضح أنه يعني إذا الدعم زاد من الاتحاد الإماراتي لكرة القدم بتشكيل الاتحاد الإماراتي غدا إن شاء الله الانتخابات، أنهم سوف زاد هذا الدعم المالي بهذا المستثمر من سلطنة عمان بأنهم سوف يستطيعون أن يبدأوا خطوة أولى للعودة إلى دوري الهواء ومن ثم إلى دوري الممتاز، وأيضا هم محتاجين هذا الدعم، وأيضا بناء على الدعم هذا سوف يكون العمل من قبل المستثمر لتغطية بقية الأمور التي يستلزمها النادي، كما تحدث كما يحتاجون سوف يغطي أمور المعسكرات وبعض البنية التحتية، بناء ملاعب وأيضا المرافق الخاصة بأي نادي في العالم. كل التوفيق إن شاء الله لنادي رأس الخيمة، وأيضا كل التوفيق للاتحاد الإماراتي في انتخاباته غدا أيضا. طيب من خبر رأس الخيمة احنا نروح إلى أيضا خبر آخر، يعني أيضا طبعا تم تأجيل مباراة مشاهدين الكرام أرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، وعزل لاعبي أرسنال لاختلاطهم بلاعبي أولمبياكوس، طبعا كان ذلك في الدوري الأوروبي، الذين تم اشتباههم بإصابة بفيروس كورونا. خبر هو حديث الساحة في الساعات القليلة الماضية مشاهدين الكرام. طبعا هناك أخبار كثيرة وكثيرة متعلقة بفيروس كورونا، يعني هذا الموضوع الذي بدأ يكبر ويكبر وينتشر الهلع، يعني طبعا حكم أن أيضا فريق الأرسنال لعب مع بورتسموث، فريق الأرسنال قبل العزل لاعبين لعب مع بورتسموث بعد ما شكوا أن هناك في أولمبياكس، فريق أولمبياكس في الدوري الأوروبي مشتبهين فيهم بأنهم فيهم فيروس كورونا، اللهم يا كافي بعيد الشر، فأيضا لاعبين الأرسنال تم اشتباه فيهم أوتوماتيكيا، تم الاشتباه فيه لاعبين بورتسموث، يعني قد تؤجل مباريات أرسنال ومباريات بورتسموث في الدوري الإنجليزي. يعني أيضا إلى جانب هذه الأخبار الخاصة بانتشار فيروس كورونا، خطاب الإسباني يؤكد بأنه لن يسافر إلى ميلان لمواجهة انتر ميلان، حيث أعلن رئيس ختافي أنه لن يسافر للعب في ضيافة ميلان في السانسيرو، وتتمثل منطقة لومبارديا الذي يقع فيها ميلان مركزا لأسوأ انتشار لفيروس كورونا، حكما إيطاليا حالة المصابين فيها تعتبر أكبر بعد الصين، وصلت إلى 9000 حالة مشاهدين الكرام، وما دفع الحكومة الإيطالية تضييق الخناق على الترقلات وإغلاق الأماكن العامة هناك، ومن المفترض أن يستضيف سانسيرو
المباراة دون جمهور. وقال رئيس نادي ختافي توريس: لو كان علينا خسارة المواجهة فلنخسر المباراة، ولا نريد المخاطرة أن نخسر اللاعبين أو التعرض لهذا الفيروس. طيب أيضا هناك أيضا قرار من مملكة إسبانيا بتعليق الرحلات من وإلى إيطاليا، فإذا تم تعليق الرحلات من وإلى إيطاليا كيف سيسافر الفريق الإسباني إلى فريق ختافي إلى ميلان لمواجهة إي سي ميلان. أيضا في نفس الخبر مشاهدينا الكرام، برشلونة ونابولي سوف يتواجهون الأسبوع القادم في دور 16 من دوري أبطال أوروبا. أيضا فريق نابولي يجب أن يكون متواجد في برشلونة لهذا اللقاء. رحلة الطيران معلقة، كيف ستتواجد نابولي؟ رحلات الطيران معلقة من قبل مملكة إسبانيا من وإلى إيطاليا. كيف سيتواجد فريق نابولي في برشلونة لهذه المواجهة؟ وأيضا قرار الاتحاد الأوروبي الخاص طبعا بدوري أبطال أوروبا أن سوف تقام المباراة خلف الأبواب الموصدة، أي بدون التواجد الجماهيري في هذه المباراة. إلى جانب أخبار متعلقة بفيروس كورونا مشاهدينا الكرام، إخلاء مدرجات الدوري المصري من الأسبوع القادم، خلاص يعني الدوري المصري سوف تكون بدون جماهير خوفا من هذا الفيروس. أيضا مشاهدينا الكرام في خبر، الاتحاد الإماراتي لكرة القدم تجتمع مع كل الأندية غدا بالتواصل عن طريق الشبكة التلفزيونية لعقد هذا الاجتماع المعروف بالكونفرنس فيديو كول مع بقية ممثلي الأندية، أيضا كخطوة احترازية مشاهدينا الكرام وتجنبا لهذا الفيروس. طيب حالة الهلع مشاهدينا الكرام مستمرة، وانتشار وتفشي فيروس كورونا بسبب فيروس كورونا، واتخذت إجراءات الوقاية في الكرة المستديرة. ولكن في الدوري التنزاني مشاهدينا الكرام كانت هناك البسمة موجودة، فقد قرر لاعبو الفريق التحايل على قرار الاتحاد الكروي منع المصافحة بالأيادي عبر المصافحة بالأقدام. وطبعا احنا شفنا مشاهدينا الكرام يعني هناك أناس تصافحوا بالأقدام للتحايل عدم التصافح بالأيادي، وصلت إلى الدوري التنزاني. أما في دوري الدرجة الثانية الإيطالي مشاهدينا الكرام فكان الأكثر غرابة حين ارتدوا لاعبو بيسكارا كمامات وأرادوا خوض المباراة بها، لكن حكم اللقاء رفض هذا الأمر وأمرهم بالقيام بإزالتها لأن ذلك يتنافى مع قانون كرة القدم. يعني هذه هي الصورة عندما اصطفوا اللاعبين قبل نزول المشاركة في المباراة، ولكن حكم المباراة رفض هذا التصرف ومخالف لقوانين كرة القدم. أيضا مشاهدينا الكرام هذه الصورة نترك لكم أنتم التعليق عليها، واحد الصور الذي لاقت ردود فعل كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي. كرة القدم تتأثر بفيروس كورونا. بلغ لايزينغ الألماني مشاهدين الكرام الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بفوز الكبير على ضيفه توتنهام الإنجليزي، وصيف بطل النسخة الأخيرة 3-0 الثلاثاء على ملعب ريد بول أرينا في لايزينغ في إياب الدور ثمن النهائي. هذه الخسارة لتوتنهام حركت المياه الراكدة لتشن الكثير من الجماهير حملة غضب على مورينيو ليصبح ترند عالمي بعد نهاية المباراة في دوري الأبطال. نشاهد
كما عودناكم مشاهدينا الكرام دائما ما يكون لدينا وقت مخصص وفقرة مخصصة لردود أفعال مشاهدينا وأيضا استقبال هواتفكم على الهواء مباشرة. بداية يعني أرحب بمنصور من العين أحد المتابعين. منصور أهلا وسهلا فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. منصور بداية موضوع نقاش الحلقة عن أنتم كمتابعين وعشاق لمنتخبنا الوطني ماذا تطالبون الاتحاد الجديد في دورته 2020 و2024 ليس فقط على صعيد المنتخب على صعيد رياضة كرة القدم بشكل عام وكل ما يخص كرة القدم في دورة الإمارات؟ أول شيء مبارك لجمهور نادي العين وإدارة نادي العين على أغلى كؤوس وصولهم للنهائي كأس رئيس الدولة. والطلب الثاني من لجنة الانتخابات أن تبدأ بهالسنة عن السنوات القادمة ونبغي المنتخب يرد أقوى ونشوف منتخبنا أعلى مراتب إن شاء الله. طموحك شو اللي تطلبه من المنتخب؟ وين أنت بتوصل مع المنتخب؟ نبغى نوصل. أنا طموحي بوصل كمواطن أوصل كأس العالم، هذا طبعا فريق واحد وجهد واحد وكلنا بنكمل بعض كجمهور كاتحاد كرة كأندية من كل مكان نكون يد وحدة عشان نطلع المنتخب أفضل وأحسن صورة في 2020 بإذن الله. توقعاتك للعين في المباراة النهائية مع الظفرة؟ مباريات الكوس طبعا حساباتها خاصة، ما تقول أنت أنا عندي مباراة الظفرة وسهلة، مباراة الكوس ما فيها تعويض. أنا أتمنى من مدرب العين يركز خصوصا على الدفاع لأن الدفاع ما يطمن دام أنت عندك أفضل هداف وخط وسط ممتاز. ركز الدفاع لأن مباريات الكوس مهما كان فريق يختلف تماما عن الدوري عادي تحب عليك البطولة وانت ما تدري بهالشيء. جميل جميل، شكرا لك. شكرا لك منصور من العين، نتمنى لك طبعا التوفيق وايضا توفيق لناديك اللي شجعه. امين من سلطنة عمان، امين اهلا وسهلا فيك. نعم حياك الله اخوي، الله يسلمك ان شاء الله. حياك الله. الله يعافيك. اسعدتنا مداخلتك. موضوع النقاش الحلقه يا امين. نعم. اذا عندك تعليق عليه. طبعا عن منتخب الامارات. نعم. نعم نعم. موضوع النقاش وطبعا في صوت الخليج بماذا تطالب متابعين والجماهير من الاتحاد الإماراتي لكرة القدم في دورته الجديدة؟ أتمنى إن شاء الله التوفيق أولا وأخيرا لمنتخب الإمارات العربية المتحدة في الاستحقاقات القادمة. وأتمنى إن شاء الله منتخب الإمارات أولا وأخيرا يظهر بأفضل صورة طيبة زين. وأمنيتي طبعا أنا أمنيتي وصول منتخب دولة الإمارات العربية المتحدة إلى نهائيات كأس العالم القادمة إن شاء الله. هذا طبعا أنا ما أتمناه يصير لمنتخب الإمارات العربية المتحدة يا أخوي زين. وأتمنى التوفيق إن شاء الله مع المدرب القادم زين. وأتمنى إن شاء الله منتخب الإمارات يكون في أفضل مستوى زين في الاستحقاقات القادمة من اللي ظهر عليه سابقا. ما نتمنى الصورة تتكرر الصورة لما صار في كأس آسيا الماضية زين. فصراحة أنا وقفت مع هذا المنتخب وشجعته وحبيته من كل قلبي، ولكن صار اللي صار وصار اللي ما نتمناه بأن منتخب الإمارات استضاف بطولة كأس آسيا وما حالف الحظ. طبعا في اسباب مدرب وضغوطات وكذا وهاي الامور اثرت على منتخب الامارات. ان شاء الله ان شاء الله الايام القادمه والبطولات القادمه اتمنى واكرر كلامي منتخب الامارات يظهر بافضل صوره وشرفنا وشرف كرة القدم الخليجية. شكرا. وانا من متابعين ومن محبين ومن مشجعين منتخب الامارات
شاكرين لك هذه المشاعر يا امين، شاكرين لك هذه المشاعر. من زمان يعني زمن اللاعبين القدامى عدنان الطليان، زهير كريت، فهد خميس، واتمنى ان شاء الله يعني المنتخب يوصل كاس العالم، هذه امنيتي، ولو بكرر وعيد امنيتي ان شاء الله منتخب الامارات يوصل كاس العالم، واتذكر الايام الجميله اللي عشناها في كاس العالم 90 في ايطاليا. نعم شاكرين لك هذه المشاعر الطيبه. تتابع الدوري الاماراتي امين؟ من متابعين الدوري الاماراتي؟ من متابعين الدوري الاماراتي نعم. اي نادي شجع؟ طال عمرك الوصل. الوصل نعم. شكرا يا امير وشكرا لمداخلتك. طبعا. طيب من تشلبا ابو محمد، اهلا وسهلا فيك يا ابو محمد. السلام عليكم ابو محمد. بالنسبه لموضوع نقاش اليوم، ما الذي تطالبونه انتم جماهير والمتابعين من الاتحاد الجديد في دورته الجديده 2020 2024؟ يسعد مساك يا اخوي. نعم. اولا اللي نباه نحن، اولا اللي نباه الاحتراف الحقيقي. نبى الاحتراف الحقيقي، اذا ما حققنا هذا الاحتراف الحقيقي راح يتعدى المسار المنتخب والأندية كلها عندنا. الاحتراف الحقيقي. أيوة الاحتراف الحقيقي نحن نبغى. ومحترفين إداريين نبغى حقيقيين. على دراية شو يعني الاحتراف. ومن لاعبين. ومن اللاعبين اللي عندنا إن كانوا النجوم وإن كانوا المغمورين. الكل نباكم تحترفون وتقرون يا أخي، اقروا عن الاحتراف الحقيقي. تعلموا يا اخي، ما فيها شيء. قاعدين نتعلم قصات ونتعلم من اللعيبه العالميين، بس ما نتعلم من احترافهم. صحيح. على العموم نتمنى يعني التوفيق ان شاء الله للمنتخب وللاتحاد ان شاء الله ولانديتنا ان شاء الله، وطموحنا ان شاء الله نجاح نحن اكيد يعني. واشكر الاخ اللي من سلطنه عمان الوصلاوي، وعلى راسي من فوق ان شاء الله. انت وصلاوي؟ وصلاوي ابو محمد؟ وصلاوي نعم. وصلاوي. شو مشكلة الوصل ابو محمد؟ مشكلة الوصل كانت قبل يومين او ثلاثة ايام في برنامجكم في بلد الرياضية، مشكورين وما قصرتوا على هذا البرنامج، لان وضحت لنا يعني امور احنا كانت مستورة، ما كانت مكشوفة. فاليوم يعني البرنامج هذا واللقاءات اللي شفناها من بعض الجماهير واللاعبين القدامى يعني وضحت لنا صوره ان في مشاكل كارثيه في نادي الوصل، في اداره نادي الوصل. في مشاكل كبيره. واللي نتمنى يعني من صاحب السمو الشيخ احمد بن راشد ال مكتوم رئيس النادي، لانه ينقذ الجمهور وينقذ هذا الكيان. نعم. اللي قاعد يوم عن يوم يعني شو اقول لك بس. لكن الحمد لله على كل حال. نعم ان شاء الله، ابتسم القادم افضل ان شاء الله. بإذن الله. شكرا لك. طبعا ابو محمد من كلباء يعني ايضا تحدث عن، كان يقصد برنامج على مسؤوليتي. طبعا كل الشكر للزملاء القائمين على هذا البرنامج. نعم طبعا المذيع طارق الحمادي، وايضا قام بعمل المونتاج والاشراف العام واخراجه بهذه الطريقه زميل حمدي صميت. كل الشكر لفريق العمل، فريق عمل برنامج مسؤوليتي المتواجد فيه ايضا اسامه الاميري وحامد الحارثي، يعطيهم الف صحه وعافيه، ما قصروا. نعم ردود افعال كبيره على هذا البرنامج. مشاهدينا الكرام، نتابع بعض ردود افعال على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء على التويتر او على الانستغرام، فقط تويتر نتابع.
مجدد التحية بكم مشاهدينا الكرام. تابعنا بعض ردود أفعال طبعا كأس سيدي صاحب السمو رئيس الدولة بالنسبة للفرق الفائزة سواء العين أو الظفرة، وأيضا ردود أفعال الحزينة بعد الخسارة من التأهل للمباراة النهائية سواء من محبي الشارقة وأيضا عشاق نادي بنياس. ألف ألف مليون مبروك للشارقة، مبروك للعين والظفرة، هارد لك وحظ أوفر بالنسبة لفريق الشارقة وفريق بنياس. نرجع مشاهدين الكرام مرة أخرى لموضوع نقاش حلقتنا، بماذا تطالب الجماهير الإماراتية اتحاد الإمارات لكرة القدم في دورته الجديدة اللي بتكون من 2020 أو حتى 2024. خليل من العاصمة أبوظبي، خليل أهلا وسهلا فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا خليل. خليل، كعاشق لدولة الإمارات العربية المتحدة والمنتخب، يعني شو اللي طالبه من الاتحاد الإماراتي في دورته الجديدة؟ بداية أبارك للأمة العينوية بلوغهم وصول النهائي كأس صاحب كأس رئيس الدولة. أول شيء بالنسبة للمنتخب الإماراتي الاهتمام بقطاع الناشئين، لأن إذا كان عندك الأساس قوي راح تقدر تكون منتخب قادر على المنافسة. تطبيق الاحتراف الحقيقي، مش الاحتراف المادي اللي صاير حاليا، الاحتراف الحقيقي من ناحية الفكر، فكر اللاعبين، الإدارات، هذا كله يساعد على تطوير وتقوية المنتخب الإماراتي. جميل جميل، شاكرين لك هذه المداخلة يا خليل، وشكرا جزيلا على مداخلتك. علي من أبوظبي، علي أهلا وسهلا فيك. علي معاي؟ يبدو أن الخط انقطع أو علي مبجاهز يرد علينا. علي، سعيد من العين، سعيد أهلا وسهلا فيك. سعيد معنا، سعيد على الهواء. هلا هلا فيك يا أخوي. أهلا وسهلا فيك يا سعيد، أهلا وسهلا فيك. موضوع النقاش، موضوع الحلقة يا سعيد، ودك تعقب عليه أول شيء؟ والله بنعقب عليه طبعا، نتمنى المنتخب، أنا والله حلم حياتي كنت أشوفه يرفع كأس آسيا، طبعا كان عمري صغير يوم النهائي اللي استوى في أبو ظبي 96، وصحنا بعد بكينا عليها. هذاك كم كان عمرك سعيد؟ كم كان عمرك هاك الوقت؟ والله 16 يا 15 أعتقد. طيب. إيه، وكنت أتذكر حتى لقطة عدنان الطلياني اللي عرضها للزهير، كنا نلعب النهائي عند السعودية، فأتمنى إن شاء الله من المنتخب أول شيء حلم حياتنا نشوف لنا كأس آسيا. يعني بطولة معترف فيها، لأن تعرف كأس الخليج جبناها مرتين مش معترف فيها من الفيفا، وصلنا كأس العالم بعدنا صارع، إحنا هاك الأيام ممكن نفطن أو لا. فنتمنى أن أخوي اللي قبل شوي أيضا تكلم لي هو أبو محمد من كلبة أعتقد، الاحتراف الحقيقي لازم اللاعب يعرف شو له وشو عليه. نعم، على أساس أنه ما بنقول ولاء النادي، يعني يعطي المنتخب شكل ما يعطي النادي. صحيح. احنا اليوم عندنا لعيبه في النادي تبدع، تروح المنتخب اداها عكسي يكون. صحيح. هني المشكله اللي عندنا. فنتمنى ان شاء الله التوفيق لمنتخبنا، طبعا بارك نادي العين وبحكم اني عيناوي، ونتمنى ان تكون المباراه النهائيه بجمهور، ومشكورين مره ثانيه. جميل جميل جميل، مرحب حياك. شكرا لك، شكرا لسعيد. طبعا ايضا ننوه لمشاهدينا الكرام ان موضوع النقاش الخاص اليوم في صوت الخليج سوف يستمر ايضا غدا ان شاء الله، سوف يكون هو ايضا موضوع النقاش، وبماذا تطالب الجماهير الاماراتيه اتحاد كره القدم في دورته الجديده 2020 2024. حكمنا غدا ان شاء الله مشاهدينا الكرام سوف تكون الانتخابات الخاصه بالاتحاد الاماراتي لكره القدم، وبدنا نسمع أكبر عدد من الناس وأكبر شريحة من الإماراتيين وماذا يطلبون الاتحاد الإماراتي لكرة القدم من وجهات نظرهم كجماهير. مشاهدين الكرام، متفرقات لمقاطع الفيديو، حزن فرح، رصدتها لكم برنامج صوت الخليج عبر تطبيق الانستغرام. نتابع محمد
الجسم ولا الزمان يبقون دائما على العهد أوفياء. هذا الجمهور اللي يدفع في البطولات، هذا الجمهور اللي ما يخذل ما يتخلى عنك، هذا الجمهور اللي يكون اللاعب رقم واحد، هذا الجمهور اللي يكون خلفك في أيامك الحلوة وفي أيامك المرة. وعاد الملك وعاش الملك. السعد ولا المحن حلك عون يا شرقاوي، ما نسينا الليالي لقضينا معك بسعادة. عنا مشاهدينا الكرام، تابعنا بعض ردود أفعال الفيديوهات الخاصة عبر موقع طبعا الانستغرام وعشاق كل نادي. تابعنا السعيد من الجمهور العناوي وتركيب الفيديوهات الخاصة على الأغاني وأغاني الفرح، وأيضا سمعنا الأغاني الحزينة والتعبير الحزينة بالنسبة للشارقة وبنياس وأيضا أفراح الظفرة. طيب مستمرين في أخذ اتصالاتكم مشاهدين الكرام على هواي مباشرة. معاي علي من العين. علي أهلا وسهلا فيك. علي من ابو ظبي. السلام عليكم. من ابو ظبي. والنعم والنعم، كلنا واحد. اهلا وسهلا فيك يا علي. واحد عساك طيب. موضوع نقاش حلقه اليوم يا علي، ودك تشاركنا فيه اول شيء؟ نعم، كيف ما ودي اشارككم فيه. تفضل. يا طويل العمر، اول شيء مبارك لجمهورنا، جمهور نادي العين والامه العيناويه، الفوز ووصول لنهايه هذا الكؤوس. الشيء الثاني اللي هو شو الجماهير تطلب لاتحاد الكرة. نعم. في المستقبل اللي جاي، نحن كجماهير الإمارات يعني بعد الإخفاق اللي شفناه في كاس آسيا ما بيرضينا نحن غير وصولنا لكاس العالم. صحيح. فيجب من الاتحاد يكون صارم لكل لاعب يشوفه مش متخاذل في تمثيل شعار دولة الإمارات، ان هذا اللاعب ما يشله ما يوصل المنتخب. صحيح. نحن شفنا الفتره الاخيره الناس قامت تلعب على الفلوس اكثر شيء. ما لوم اللاعب انه يلعب على الفلوس، ليش؟ لان هذه رزقته، لان تفكيره انا بعد اللعب شو راح اسوي، انا ما عندي دوام، ما عندي مستقبل، انا هذا مستقبلي، اذا ما عرفت اني اخذ حقي الحين ما باخذ حقي بعدين. صحيح صحيح. فشعار الدوله لكل مواطن إماراتي غالي عليه. نعم غالي، وأهم وأهم من المادة. وأهم من كنوز الدنيا. صحيح صحيح. أنا قاعد في بلادي ومرتاح في دولتي، هذه أهم نعم. بالنسبة لي نعم. من كنوز الدنيا. والوطن أمانة. علي أنا أعذرني على المقاطعة، رسالتك وصلت، لأنه وصلنا لختام البرنامج ولضيق الوقت مجبور نقطع هذا الاتصال، ولكن
أكيد إن شاء الله غدا إحنا في انتظار اتصالك، لأن الموضوع مستمر. من أهمية الموضوع، الموضوع مستمر حتى غدا إن شاء الله، غدا الانتخابات، والشارع الرياضي الإماراتي ماذا يطلب من الجمهور، من الاتحاد الإماراتي لكرة القدم في دورته الجديدة، ومطالبكم يعني ثق تماما. غدا إن شاء الله الأخوان في الكنترول يا علي أكيد بيردون عليك وبتشاركنا على الهواء وبتكمل كلامك لأهمية الموضوع. يعني إدارة القناة قررت أن يستمر القناة في صوت الخليج لغدا إن شاء الله. نعم منتخب الإمارات غالي على قلوبنا، نعم الوطن أغلى من أي شيء آخر. أيضا طبعا شاهدنا هذا الاتصال أو سمعنا معاكم على هواء مباشرة اتصال من سلطنة عمان الحبيبة، وعاشق لمنتخب الإمارات ومتابع للدوري الإماراتي، وأيضا يشجع فريق الوصل، ويعني يعرف كل كبيرة وصغيرة في منتخب الإمارات من كأس آسي 96 وحتى الآن هو تحدث عن هذا الموضوع. طبعا لقطة الختام مشاهدينا الكرام في صورة معبرة تبرز فيها الكثير والكثير من الروح الرياضية والاحترام لشخصية وقيمة المدرب عبد العزيز العنبري، على الرغم يعني من تصريحات اللاعب جمال معروف الذي كان في العام الماضي شهر أبريل عندما صرح بأن خرج من نادي الشارقة وودع نادي الشارقة قادما من الإمارات، لم يحصل على فرصته الكاملة، وأن عندما صرح قال أن أنا مكاني في المدرجات ومكاني في الملعب وليس في المدرجات، عندما كان غير راضيا على كيف ترك نادي الشارقة وذهب إلى نادي العين بعد أن قدم من فريق الإمارات إلى فريق الشارقة ولم يحصل فرصتها الكاملة، وذكر بأن عبد العزيز العمري كان سعيد جدا إذا تواجد معه في نادي الشارقة، وقال الآن أنا مرتبط مع الشارقة مع الإمارات، عندما أتي إلى الشارقة لكل حادث حديث، وعندما أتي إلى الشارقة وجد نفسه في المدرجات، وعندما واجه فريق الشارقة سجل هدفين. ذكر التصريح المعروف في أبريل قال مكاني في الملعب وليس في المدرجات، عندما قال أحب كريستيانو رونالدو وأحتفل على طريقته. مشاهدينا الكرام وصلنا معكم للختام، تقبلوا تحياتي مسعود محمد، وأيضا تقبلوا تحيات طاقم العمل شارف على الإعداد علي الهاجري، ومن الإخراج أستاذ سعيد داود. إلى اللقاء.